حددت نقابة المعلمين الأردنيين التاسع والعشرين من آذار المقبل موعدا لإجراء انتخابات الهيئة المركزية للنقابة رئيس لجنة إدارة الانتخابات في النقابة أكرم عبد القادر أوضح خلال مؤتمر صحفي أن عملية الترشح ستبدأ من الثامن ولغاية الثاني عشر من الشهر المقبل وحول قرار محكمة غرب عمان بحل مجلس النقابة بيّن عبد القادر أنه قرار أولي وتم الطعن به من قبل المجلس الذي تستمر صلاحيته الإدارية والمالية والقانونية. ما لم ياتي قرار قطعي من المحكمة بحل المجلس في الوقت الحالي بحسب قانون النقابة. والعضو لانه زاد عندنا قرار محكمة غرب عمان في حل مجلس النقابة هو قرار أولي وقد تم الطعن به من قبل المجلس وتستمر صلاحية المجلس وإدارته الإدارية والمالية والقانونية ما لم ياتي قرار قطعي من المحكمة خلاف ذلك بحسب قانون النقابة في مادته رقم 27 فقرة ألف على اثنين